السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات، والتي تأتي خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة البتول فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أرحب بمشاهدينا عبر قناة الكوثر الفضائية، وأيضا مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية، وأيضا من يشاهدونا على الفيسبوك. أرحب بآية الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بك سيدنا في هذه الحلقة. تحدثنا على مدى حلقتين حول مقامات فاطمة الزهراء سلام الله عليها وظلامتها بشكل أولي، ودخلنا في بعض الأحاديث التي نقلتموها. قد يسأل سائل، ما هي ضرورة طرح مثل هذا البحث فيما يتعلق بفضائل الزهراء ومقاماتها؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرت بالأمس أن هناك ظاهرة تاريخية بدأت بالأيادي التي حاولت أن تخفي دور أهل البيت والعترة الطاهرة ابتداء بالزهراء ومرورا بأمير المؤمنين إلى باقي الأئمة، بل حاولت تلك الأيادي وتلك المنهجية وذلك التيار أن يبعدوا هذا الوجود وهذه الوجودات وهذا البيت الذي عبر عنه القرآن الكريم بأنه طاهر مطهر ويطهركم تطهيرا، أرادوا أن يخلوا ذهنية الأمة من هؤلاء. وأنا أتصور أن ظواهر وأن مظاهر هذا التيار وهذا الاتجاه موجودة حتى في زماننا هذا. قد يقول قائل، سيدنا على أي أساس تقول؟ أنا أقول بالأمس أنتم وجدتم أن أحد المتداخلين بمجرد أننا قرأنا بعض الروايات الصحيحة والواضحة الدلالة والمجمع عليها بين علماء المسلمين في بيان مقامات ومناقب سيدة نساء العالمين، مباشرة دخل قال لماذا هذا التهويل؟ وأنا أتصور عبارة التهويل هي اللغة المخففة للعداء والنصب لهذا البيت المطهر. يعني أنا لا أريد أن أتهم الأخ اللي تكلم، لا لا لا، أريد أن أقول بأن الظاهرة الثقافية حاولت أن تلقي إلى هؤلاء أنه بمجرد أن نتكلم عن علي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء، مباشرة يخطر كأنه هناك يحصل حالة من الغلو، حالة من الإشمئزاز النفسي. لماذا أن هؤلاء يصرون على ماذا؟ يخرج متداخل أو يتصل متداخل آخر ووجدتم أنه يقول هذا الذي تقولونه موجود عند فلان مرأة وفلان مرأة، وكأنه الآن احنا نريد أن ننفي الآخرين. لا أعلم لماذا هذه الثقافة. وهنا أريد أن أشير أعزائي، التفتوا إلى هذه الظاهرة، ولكن نفس هؤلاء عندما يتكلم عن الطلقاء، عن معاوية وأبناء الطلقاء أمثال يزيد الذين كانوا يشربون الخمور ويقتلون أولاد الأنبياء ويسمونهم بأنهم أمير المؤمنين، لا يوجد أحد ويخرج يقول لماذا هذا التهويل حتى عن يزيد. نعم نعم، الآن كتب كتبت أنه أمير المؤمنين وأنه فضائل أمير المؤمنين يزيد، وكذلك معاوية أليس هو طليق ابن الطلقاء؟ أليس الذي خرج على إمام زمانه؟ أليس الذي سماه رسول الله الفئة الباغية؟ بينكم وبين الله لو أن هناك حديث ولو ضعيف السند سمى عليا الفئة الباغية كنتم تبقون له باقية؟ هو ورد فيه كل ما ورد، ومع ذلك ماذا تبغضونه؟ فما بالكم وقد يرد فيه شيء. ولكنه ذاك ليس تهويل وليس تعظيم أن يقال للطلقاء وأولاد الطلقاء ولمن يشرب الخمر ويقتل أولاد الأنبياء أنهم ماذا؟ أمير المؤمنين. أعزائي، هذا التساؤل أريد أن أجيب عنه من خلال ما ذكره إمام من أئمة علم الحديث وهو الحاكم النيسابوري.
لأن الحاكم النيسابوري ونحن نعيش ماذا؟ نعيش القرن الثالث والرابع. يسأل نفسه هذا السؤال، يقول لماذا طرح فضائل فاطمة الزهراء؟ لماذا أكتب في هذا؟ في ذلك الزمان، وهذا الذي أقول آثاره الآن موجودة إلى زماننا هذا. التفتوا أعزائي ماذا يقول هذا الرجل؟ رجل من كبار علماء أهل السنة. انظروا ماذا يقول. البعض يقول لي سيدنا لماذا تميز أنت بين علماء أهل السنة وبين الاتجاه الأموي ابن تيمية ابن ومن تبعه والوهابية وعلماء المملكة العربية السعودية، لماذا تقول هذه جهة وتلك جهة أخرى؟ التفتوا لي أعزائي ماذا يقول هذا في صفحة 30 و31 من الكتاب. سأطيل على الأعزة ولكنه مهم. يقول قال الإمام الحاكم بحمد الله أبتدئ وإياه أستهدي وبتوفيقه أكتفي. التفتوا جيدا. وأصلي على محمد النبي وآله أجمعين كلما ذكرهم الذاكرون وغفل عنهم الغافلون. الله الله الله، إذن هناك غافلين. التفتوا، كلما ذكرهم الذاكرون وغفل عنهم الغافلون. ثم إن زماننا، هذا منشأ أن يكتب في فضائل فاطمة الزهراء، ثم إن زماننا قد خلفنا في رعاة يتقرب الناس إليهم ببغض آل رسول الله. عجيب، ظاهرة القرن الرابع الثالث والرابع أعزائي، كأنه ظاهرة، وقلت هذه آثارها موجودة الآن. فكل من يتوسل إليهم فتوسلهم بذكر الآل بما قد نزههم الله عنه، وإنكار كل فضيلة تذكر من فضائلهم. يقول أساسا كان هناك تيار أي شيء يرتبط بفضائل آل البيت لابد ماذا؟ لابد أن يمحى من ذاكرة الأمة. والله المستعان على ذلك. والمسؤول أن يصلي على محمد النبي وآله وأن يبدلنا بالخوارج خيرا منهم. مقصودة من الخوارج يعني النواصب، مو مراد الخوارج كاصطلاح. ومما حملني على تحرير هذه الرسالة، جيد، سبب أنه كتبت هذه الرسالة، تكتب في فضائل. لماذا؟ أيوجد أحد ينكر فضائلها سلام الله عليه حتى تكتب؟ قال أن حضرتم مجلسا حضره أعيان الفقهاء والقضاة والأمناء من المزكين وغيرهم. إذن مجلس ماذا؟ مجلس علم وفقه وقضاء، وبتعبيرنا أحسنتم مجلس نخبوي علمي. وجرى بحضرتهم ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فانتدب له عين من أعيان الفقهاء فقال كان علي لا يحفظ القرآن. كان من المسلمات علي والقرآن شنو علاقته؟ علي الذي لا يفارق القرآن ولا يفارقه القرآن، لا يحفظ القرآن. علي الذي قال عنه رسول الله تركت فيكم كتاب الله وعترتي وعلي منهم، وإن فإنهما لن يفترقا لا يعرف ماذا؟ لا يحفظ القرآن. وهذا الشعبي قد نص عليه، والشعبي معروف من كونه من النواصب علي. فقلت له أو غير هذا، غير الشعبي منه أكون قال هذا؟ قال فإن الصحابة الذين هم أعلم بذلك من الشعبي قد شهدوا له بحفظ القرآن، يعني للشعبي. وقال أبو عبد الرحمن السلمي سيد القراء من التابعين قرأ عليه وله وهو أحد الرواة، قال الشعبي أعرف. فقلت إن الشعبي لم يسمع منه إلى آخره. المهم، إذن علي ماذا؟ لم يحفظ القرآن. هذا مرتبط بعلي. ثم جرى في المجلس ذكر بنات النبي صلى الله عليه وآله، زينب ورقية وأم كلثوم، فقال بعضهم إن الرواة لينكرون أنهم بنات خديجة من رسول الله. وهذا يكشف أن المشهور كان في ذلك الزمان أن هؤلاء ليسوا بنات ماذا؟ رسول الله. وهذا هو الصحيح.
فقلت الحاكم نظره خلاف يقول فقلت هن بناتها منه إلا أن ذكر فاطمة في الأخبار أشهر. من يقول؟ الحاكم النيسابوري أقول وفضائلها في الروايات أكثر. من يقول؟ النيسابوري. فانتدب بعض من اختلف إلي قديما، كان من طلابي يأتي إلي وطالت ملازمته لي، يقول مباشرة مولانا وقف في المجلس وانتدب وقال للتقرب بالنصب إلى الحاضرين حتى يكون. والمجالس العلمية كانت مجالس لماذا؟ أشباه مثقفين وأشباه نخب، بل هم نخب الحاكمة كان. كما الآن عندنا على الفضائيات تخرج هذه الذي تسمى لحاهم كذا وعمائمهم كذا وعناوينهم 50 كلمة قبلها و30 كلمة بعدها، وتجدهم ماذا؟ واقعا نفس هذه ولكن بأساليب أخرى بعناوين أخرى، بالعناوين التي ذكروها، وهي أنهم لماذا هذا التهويل؟ لماذا هذا التعظيم لبنت المصطفى؟ لماذا؟ مع أننا لم نعظم إلا ما ذكره سيد الكونين. يقول فانتدب بعض من اختلف إلي قديما وطالت ملازمته لي للتقرب بالنصب إلى بعض الحاضرين بأن قال هذا محمد بن إسماعيل البخاري، يعني رسول الله. خلاص بعد من يقول البخاري يعني بعد لا تتكلم. هذا محمد بن إسماعيل البخاري قد روى في الجامع الصحيح حديثا لعروة بن الزبير عن أسامة بن زيد أن رسول الله قال خير بناتي زينب وليست فاطمة. فاطمة أنتوا خبصين بتعبيرنا العراقي، خبصين بفاطمة. هنا يدخل في بحث مفصل بعد ما الآن ما أطيل على المشاهد. الحاكم النيسابوري يقول ناقشته جيد أين قال البخاري، وتبين أنه كذب. ده يكذبون على البخاري، على البخاري ده يكذب حتى يطعن في من؟ في فاطمة، حتى يطعن في فاطمة. أعزائي، واقعا هذه الأبحاث تعد من صلب عقيدة القرآن ومن صلب العقيدة الدينية، أن نتعرف على الشخصيات التي ألستم أنتم تصرون أيها المسلمون جميعا تصرون على معرفة تلك النخبة التي كانت ماذا؟ محيطة برسول الله صلى الله عليه وآله. وهل يوجد أقرب إلى رسول الله من أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ هذا دليل طرح مثل هذه المباحث. لربما يعني أضيف سمعت السيد يقال أنه نحن نود أهل البيت، على الأقل الكل يجمع على هذه القضية. كيف تود شخصا لا تعرفه؟ واقعا كذا، هذه نقطة أساسية. إذن هذه للتعرف على مثل هذه الشخصيات على الأقل. تحدثتم في الليلة السابقة وما قبلها عن فضيلة من فضائل سيدة نساء العالمين الزهراء سلام الله عليها، وكان من المقرر أن تحدثونا عن فضيلة أخرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابنته الزهراء البتول. في الواقع أعزائي، أولا واقعا أنا وجدت عندما افتتحنا هذا البحث وهو ما يرتبط بالزهراء البتول سلام الله عليها وبما يرتبط بظلامتها، سوف نقف عند هذه القضايا. لا يتبادر للذهن انه في مطارحات في العقيدة حلقتين او ثلاث ننتهي، لا سنقف طويلا عند هذه الابحاث لدورة مختصرة ولو لعدة حلقات لمعرفة من هي بضعة المصطفى سلام الله عليها. الواقع أن النبي صلى الله عليه وآله، أريد أبدأ من هذه من هذا التسلسل اللي بيودي أن المشاهد الكريم يعرف، المشاهد الكريم منهجي مثل الأبحاث الرياضية، يعني أن كل مقدمة تنتج نتيجة ثم أجعل تلك النتيجة مقدمة لنتيجة أخرى، وهكذا كمراتب الأعداد، يعني بعد الاثنين ثلاثة وأربعة وهكذا. فإذا ضاعت حلقة من هذه الحلقات فبطبيعة الحال كل المنظومة سوف لا تتضح الرؤية الكاملة فيها.
النبي صلى الله عليه وآله، وهذه من الأحاديث المتفق عليها المجمع عليها الصحيحة الصريحة، أنه عندما جاء لبيان مقامات النساء نساء العالمين استثنى منهن أربعة، قال هن سادات النساء، هن أفضل نساء العالمين، هن أفضل نساء أهل الجنة. أكد على هذه الحقيقة دنيويا وأخروية، وإن كان هناك تلازم، يعني إذا ثبت أن هذه المجموعة المباركة هن أفضل نساء أهل الجنة، يقينا هن أفضل نساء ماذا؟ أهل الدنيا، لأن الدنيا نتيجة. أحسنتم، لأن الدنيا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، هناك حصيلة ما يوجد هنا أعزائي. إذن إذا ثبت أنهن الفضليات في النشأة الآخرة، فيقينا هن سادات النساء في هذه النشأة. هؤلاء الأربعة، أو من هن هؤلاء؟ أشار النبي صلى الله عليه وآله طبعا، وبين أنه واقعا لا يضاهيهن أحد من نساء الأنبياء والأوصياء والأولياء وبنات الأنبياء وأخوات الأنبياء وأزواج الأنبياء من آدم وإلى خاتم، لا فرق، فقط هؤلاء ماذا؟ إلى قيام يوم الدين. إلى قيام يوم الدين، أحسنتم، إلا هؤلاء الأربعة. إذن لا يأتي قائل سيدنا لعد فلانة أين ذهبت، فلانة أين ذهبت، هذه لابد أن يجاب عنها بجواب علمي. أما أنهن سيدات نساء العالمين، النصوص في ذلك أعزائي كثيرة، أنا أحاول أن أمر عليها مرورا سريعا حتى الوقت يسعني. صحيح سنن الترمذي للألباني أعزائي المجلد الثالث صفحة 573، هذه عبارته، التفتوا جيدا، صفحة 573 هذه عبارته، رقم الحديث 3878، الرواية عن أنس أن النبي قال حسبك من نساء العالمين، دونك نساء، هؤلاء فقط وليس غيرهن، غيرهم. خلاص خلاص، فقط هؤلاء ولا غير. حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون، هذا المصدر الأول. المصدر الثاني أعزائي في شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي، شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي المتوفى 321 من الهجرة، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الرواية أيضا ينقلها في هذا المجال في صفحة 140 أعزائي، الرواية رقم 147، قال عن أنس حسبك من نساء العالمين مريم وخديجة وفاطمة وآسية، انظروا، قال إسناده صحيح على شرط الشيخين، يعني كان مفروض أن البخاري إن كان واقعا جامعا أن يخرج مثل هذه الأحاديث، وهو في المصنف ورواه الترمذي وابن حبان والحاكم و و و و إلى ما شاء الله. وممن أخرجه أيضا الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرنؤوط في مسنده المجلد 19 صفحة 383، أيضا قال عن أنس حسبك من نساء العالمين مريم، قال إسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه في المصنف، أخرجه المصنف في فضائل الصحابة، أخرجه ابن أبي عاصم، الطبري، ابن عدي، والطبراني، والخطيب، و و و و و إذن القضية قضية من مسلمات الروايات الواردة في هذا المجال. وكذلك أعزائي هذا فيما يتعلق حسبك من نساء العالمي، هذا ما يرتبط بالدنيا في عالم الدنيا، أما أنهن أفضل أو سادات نساء أهل الجنة، ما ورد أعزائي في مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط الجزء الرابع صفحة 409، التفتوا،
الرواية عن ابن عباس قال خط رسول الله في الأرض 4 خطوط. قال تدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله أفضل نساء أهل الجنة. أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة وآسية وآسية ومريم ابنة عمران. التفتوا أعزائي إلى النص، إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، أخرجه أبو فلان وأخرجه 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 بلا استثناء، عشرات الذين أخرجوا الحديث. وممن أخرجه أيضا في مسند أبي يعلى الموصلي المتوفى 307 من الهجرة تحقيق حسين سليم أسد أعزائي المجلد 5 صفحة 110. قال أفضل، فقال أفضل نساء أهل الجنة إسناده صحيح. جيد جدا. وعشرات المصادر الأخرى في هذا المجال. نعم، يبقى أستاذ علاء نقطة، وهي أنه لماذا عبر رسول الله في الدنيا حسبك وعبر في الآخرة أفضل نساء؟ أعزائي إذا أريد أدخل في هذه المقولة يأخذ وقتا كثيرا. أنا أرشد الأعزاء إذا يريدون يراجعون هذا البحث في كتابي معالم الإسلام الأموي، اللي هي المحاضرات اللي ألقيت هنا في هذه البرنامج مطارحات في العقيدة بقلم علي المدن. أعزائي هناك من صفحة 205 إلى 212 أعزائي أفضل نساء أهل الجنة، ثم بعد ذلك حسبك من نساء العالمين. الفرق بين المجموعتين في موضوع التفضيل، لماذا عبر عن إحدى المجموعتين حسبك. وعبر عن الأخرى ماذا؟ أفضل. هذا الأعزة بعد يراجعوه هناك، أنا لا أطيل على الأعزة في هذا البحث. إذن إلى هنا ننتهي إلى هذه القضية، أنه هل يوجد من نساء العالمين من يضاهي هؤلاء النسوة في مقامهن أو في مقامهن أو لا يوجد؟ إذن بعد لا يأتي أحد ويقول لي إذن أين ذهبت عائشة زوج النبي؟ أين ذهبت حفصة؟ أين ذهبت أم سلمة؟ الجواب إن كان لهن فضل فهي ماذا؟ فهن دون كل الباقيات، دون ماذا؟ دون ذلك. إذن أعزائي هذه حقيقة ثابتة أشرنا إليه. طيب سمحت السيد لا نقف عند فاصل، لا بل أحسنتم لأنه الوقت نريد نستفيد من الوقت، نستفيد من الوقت إن شاء الله. طيب هذا فيما يتعلق بفضيلة هؤلاء 4 من بين نساء العالمين. نأتي إلى موضوع البحث. أحسنت. فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أحسنت. ما هي مكانتها الآن؟ نحن نتحدث عن نخبة النخبة. أحسنت جزاكم الله. ما هي مكانتها بين نخبة النخبة؟ أحسنت جزاكم الله. هل لها فضيلة تتميز على هؤلاء أو مشتركة معهم؟ أو مشتركة معهم، كما أنه هاي النصوص التي قرأناها تبين أنها منهم، واحد منهم، أنها يعني منهم، أنها لا تتميز عنهم. وكذلك سواء كان في الدنيا حسبك أو أفضل نساء أهل الجنة. أعزائي هناك أصل لا بد أن يلتفت إليه، وهو أن القرآن الكريم مرة يقول لا نفرق بين أحد من رسله. صريح القرآن الكريم في سورة البقرة يقول أن الإنسان لا بد أن لا يفرق بين الأنبياء والمرسلين، يعني أنهم جميعا أنبياء ومرسلون. ولكن نفس هذا القرآن الكريم الذي جعل الأنبياء لا ينبغي لأحد أن يفرق بينهم قال وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن هذا معناه ماذا؟ معناه أنه صحيح أن الأنبياء فيهم مشتركات ولكن فيهم أيضا ماذا؟ مختصات. أحسنتم. هذه المختصات هي التي تعرف في كلمات علماء الكلام بأنبياء أولي العزم.
بأنبيائي أولي العزم. ولذا يقال عن هؤلاء الأنبياء الخمس أنهم ماذا؟ أفضل الأنبياء والمرسلين. ولذا تجد القرآن الكريم في سورة الأحزاب الآية 7 يقول: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. هذا الميثاق الذي أخذ قبل هذا العالم، ثم من باب ذكر الخاص بعد العام ميز بعض الأنبياء أعطاهم، ذكرهم بالأسماء، قال: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. التفتوا لي جيدا، إذن من النبيين أخذنا ميثاقهم، أما من هؤلاء الخمسة أخذنا منهم ميثاقا غليظا بالإسم. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء هم سادات الأنبياء، هؤلاء هم أنبياء أولي العزم. هاي من النقطة الثانية. إذن ذكر هؤلاء النسوة 4 في مقام، هذا ليس معناه بالضرورة لا يوجد امتياز بينهما. إذا لابد أن ننتقل إلى المقام الثاني من البحث لنرى هل يوجد امتياز أو لا يوجد امتياز، بل أكثر من ذلك. كما في الجنة، يعني أهل الجنة وهكذا في الجنة، ولكن فيها جزاكم الله خير، بل أكثر من ذلك. نحن عندما نأتي إلى أنبياء أولي العزم نجد أن الرسول سيد سادات الأنبياء، إمام الأئمة، أفضل الأنبياء والمرسلين، مع أنه كان في المرحلة الثانية مشترك مع أنبياء أولي العزم، ولكن في المرحلة الثالثة ماذا؟ تميز عنهم بمرتبة فوق جميع الأنبياء. التفتوا، ولذا تجدون آية سورة الأحزاب عجيبة أعزائي، عندما ذكرت نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أستاذ على والمشاهد الكريم، ذكرتهم بالترتيب الزماني. مقتضى هذا القانون أن رسول الله يأتي ماذا؟ في الأخير. في الأخير، ولكنه لأفضليته ولتقدمه عليهم رتبة ووجودا ومقاما قالت: ومنك ومن نوح. حتى في المقام اللفظي الله لا يؤخر رسوله عن ذكر باقي الأنبياء. عجيب هذه النكتة، عجيب مقام. يعني حتى على مستوى التلفظ، إذا أردتم أن تتلفظوا ينبغي أولا أن تذكروا سيد سادات الأنبياء والمرسلين، وبعد ذلك تذكرون حتى في مقام الألفاظ. ولذا تجدون بأن المتعارف عندنا عند أهل المعرفة، عند أهل التحقيق، عندما يريدون السلام على نبي من الأنبياء يقولون: على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء. أولا يسلمون على لهذا، وهذا أدب قرآني، لأنه قال: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى إلى غير ذلك. إذا اتضح هذا الأصل القرآني، تعالوا معنا لنرى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما ذكر النساء الأربعة، ميز الزهراء أو لم يميز الزهراء؟ أعزائي، هو نفسه رسول الله، هو الذي قال عنه القرآن: ما ينطق عن الهوى. هذا الحديث، أنا هذا البحث لماذا طرحته؟ لأن وجدتم بالأمس قالوا عاطفة الأبوة، محبة الأبوة. أنا لا أعلم بيني وبين الله محبة الأبوة تصل إلى هذا الحد أن يفضل ابنته إذا لم تكن مستحقة لذلك. هذا لازمه بعدها، هذا الشك في رسول الله، هذا وقعاً طعن في رسول الله. اسمحوا لي أعزائي، قبلنا البعد العاطفي، سلمنا، تنزلنا، وين كنا لا نقبل أنه في المنقبة الأولى البعد العاطفي أن يقوم من مقامه إليها، يقبلها، يقبل يدها، يجلسها، هذا البعد العاطفي، هذا كان يحبها كثيرا. ولكن ماذا تقولون هنا أعزائي؟ سنقرأ النصوص الصحيحة. الرواية الأولى، أولا انظروا إلى العناوين، العنوان الأول: هي سيدة النساء هذه الأمة. بعد يوجد منازع أو لا يوجد منازع؟ حتى فضلها على أمها. أقول لا مجال. وهي لا مجال. من النخبة. وهي النخبة، بل هي نخبة النخبة. هي خلاصة الخلاصة. هي الصفاء خلاصة الخلاصة. الآن لا أريد أدخل في الإصطلاحات العرفانية، ذاك بعد آخر.
واقعا من هؤلاء؟ أنه نحن نعلم أنه واقعا النساء الفضليات على مر التاريخ قبل رسول الله قبل الإسلام وبعد الإسلام، زينب وغيرها، هذه عظمى واقعا هذه النساء العظيمات في التاريخ. ولكنه النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى ماذا؟ إلى نخبة النخبة، إلى خلاصة الخلاصة، ثم يريد أن يشير إلى صفاء خلاصة الخلاصة، المصطفى من خلاصة الخلاصة. من هي؟ سيدة نساء هذه الأمة. وحاولت أعزائي قدر ما يمكنني أن أنقل الروايات من أهم المصادر الموجودة، لأنه عشرات المصادر موجودة، بس أنا حاولت ماذا؟ المصادر التي لا مجال للحديث فيها أعزائي، بل لا الحديث ماكو أبدا، لا يستطيع أحد يناقش. المصدر الأول أعزائي صحيح البخاري، صحيح البخاري الذي أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط، المجلد الرابع أعزائي صفحة 464 أعزائي و465. الرواية طويلة، أن النبي صلى الله، معروف القضية وهي أن النبي صلى الله عليه سارها في شيء فاغتمت، ثم سارها في آخر فماذا؟ فرحت وسرت. وسألوها قالت لا أفشي سر رسول الله، بعد ذلك سألوها قالت الآن أقول لكم ماذا قال لي، لماذا اغتممت ولماذا سررت، ما كنت لأفشي. التفتوا عزيزائي، باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به، كتاب الاستئذان. طبعا فد عنوان مولانا حتى بعيد جدا، أذكر بأنها هذه ماذا؟ هذه فاطمة أصل، ولم يذكر إلا هذا الحديث لأنه لا مورد له إلا هذا المورد. على أي الأحوال ما أريد أن أدخل في هذا البحث. قال ما كانت قالت ما كنت لأفشي على رسول الله سره، فلما توفي قلت لها عزمت عليك بمالي عليك من الحق لما أخبرتني، قالت أما الآن فنعم، فأخبرتني. قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وأنه قد عارضني به العام مرتين، يعني عرضه عليه، ولا أدري الأجل ولا أرى الأجل إلا وقد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيتي، تقول لي من سألوها عائشة يعني، فلما رأى جزعي سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ إذن فاطمة هي ماذا؟ سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء هذه الأمة بما فيها أمها سيدة أمهات المؤمنين، أمها ماذا؟ خديجة سلام الله. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي ما ورد في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد أعزائي السادس القسم الثاني في صفحة 1085، الرواية فضل فاطمة، الرواية 2948. يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ أخرجه، التفتوا أعزائي بعد لا أحتاج أخرج المصادر، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والطحاوي وابن سعد وأحمد من طرق. إذن الحديث من القضايا الثابتة علميا، لا مجال للحديث في ذلك. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، إذن العنوان الأول الذي أعطي لها، الوسام الذي أعطي لها، وأنا لا أعلم هل أنها أعطيت هذه الأوسمة وهي مستحق لها أو غير مستحقة، فإن قلتم غير مستحقة إذن قول الله في حق رسوله ما ينطق عن الهوى، لا بعض الأحيان ينطق ماذا؟ ينطق عن العاطفة والهوى. وإن قلتم باستحقاق
إذن أعزائي، كلما كان يقول في حقها ويفعل ويقر ويسلك، إنما هو كان ماذا؟ إنما كان حق وكان وحيا إلهيا. العنوان الثاني عنوان سيدة نساء العالم، سيدة نساء العالم. هذا الحديث أعزائي التفتوا لي، ورد في كتاب الذرية الطاهرة النبوية للحافظ الدولابي، المعروف يقرؤونه الدولابي، وهي قرية من قرى شهر ري في إيران، في طهران، من أرياف طهران، ولكنه معروف هنا بالدولابي، ولعله ولكنه الضبط الصحيح له الدولابي. صاحب الكنى المتوفى 310 من الهجرة، 224 إلى 310، فالكتاب ماذا؟ يعني من الكتب القديمة، بلي أحسنتم، من الكتب القديمة. الرواية ينقلها، هسه أنا ما أريد أقول تلاعب بها من تلاعب، الرواية ينقلها نفس الرواية، يقول قالت صفحة 102 أعزائي، رقم الرواية 188، قالت فبكيت وكان الذي رأيتي، فلما رأى جزعي قال يا فاطمة أما ترضين أنك سيدة نساء هذه الأمة أو قال سيدة نساء العالم. هذا الذي حذف ماذا في البخاري ومسلم و و و, و إلى غير ذلك. جيد، ضحك فضحكت ضحكي الذي رأيتي، تقول لي عائشة، يقول رجال إسناده ثقات غير فراس وهو صدوق ربما يوهم كما في التقريب، وهذا لا أثر له. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي ما ورد في فضائل فاطمة الزهراء للحاكم النيسابوري في صفحة أعزائي 42، أيضا بعد أن نقل الرواية، يا فاطمة ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين، فضحكت. يقول صحيح وقد تقدم إخراجه. من يقول؟ يقول المحقق علي رضا ابن عبد الله ابن علي رضا، التفتوا، الذي قلنا دأبه قدر ما يستطيع ماذا؟ تضعيف الروايات، جعلها موضوعات، ولكن قال ماذا هنا مباشرة؟ قال صحيح وقد تقدم تخريجه. إذن العنوان الثاني عنوان ماذا؟ سيدة نساء العالمين. العنوان الثالث نبدأ، تفضل سمعت السيد. جيد، العنوان الثالث وهو عنوان سيدة نساء أهل الجنة. التفتوا لي جيدا، وهذه نقطة أساسية، يعني من يدخل إلى الجنة من النساء سيدتهن ومولاتهن من؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليه. طبعا هذه الخصلة أبيودي أن المشاهد الكريم يلتفت، هذه الحقيقة أو المنقبة إذا ثبتت تلازم أنها سيدة نساء العالمين، يعني حتى لو كانت تلك الروايات ضعيفة فهذه تلازمها. لماذا؟ لأن الآخرة مترتبة على الدنيا، خصوصا وأن هناك يوم تبلى السرائر، الحقائق تظهر، هناك بعد لا يوجد هنا وهناك، كل ما يوجد هناك حق. هنا قد يكون فلان أمير المؤمنين وقد يكون فلان سيدة كذا، ولكن هناك ماذا؟ إن أكرمكم عند الله، قد يقال عن رسول الله أنه هوى ومحبة، بل أما هناك الحقائق، لكن هناك جنة يعني. أحسن، تعالوا معنا إلى كونها سيدة نساء أهل الجنة، وأيضا أحاول أن أقف عند المصادر الأساسية. المصدر الأول أعزائي ما ورد في صحيح البخاري، المجلد صحيح البخاري بتحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلد الثالث أعزائي صفحة 137 و138، كان يعارضني في كل وأنك أول أهلي. التفتوا، يعني بعبارة أخرى رقم الحديث 3624، كتاب المناقب. التفتوا لي أعزائي، كتاب المناقب، فلننظر إلى أي باب هذا؟ عجيب، كتاب المناقب، هسه لا يوجد، هسه الآن لا يأخذ وقتنا. كتاب المناقب قال وإنك أول أهل بيتي
لحاقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. فإذا هي ماذا؟ سيدة، هي سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء المسلمين وهذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء العالم. ويشير إلى هذا المعنى أعزائي في صفحة 173 في باب مناقب قرابة رسول الله ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي، كتاب فضائل الصحابة، يقول: وقال النبي، لأن القضية مقطوع بها، فهذا لا يذكر سندا بعد، يعني من مسلمات المعارف الدينية، وقال النبي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي ما ورد في صحيح سنن الترمذي. في صحيح سنن الترمذي أعزائي أيضا ورد، حتى لا أطيل على الأعزة، نفس هذا الكلام. قال في صفحة 541 قال: ويبشرني خلي أقرأ الرواية أعزائي لأنه فيها نكتة جيدة. يقول الرواية: أتيت النبي فصليت معه المغرب. من يقول؟ حذيفة. أمه سألته: من مدة أنت لم تذهب إلى رسول الله؟ قال: نعم، هالليلة أذهب. فصليت معه المغرب، فصلى حتى صلى العشاء، ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي، فقال: من هذا؟ حذيفة. قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك، لأن أمه بعثته. قال: إن هذا رسول الله. يقول له: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة. جاي خصيص، يعني بعبارة أخرى يعني مبعوث خاص. مبعوث خاص، خصوصا جاي عند مسؤولية واحدة، رسالة واحدة يوصلها، ولعله بعد لم يأتي إلى الأرض مرة أخرى. لم ينزل إلى الأرض قط قبل هذه الليلة. استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. عد الذي يقتل الحسين يصير مولانا أمير المؤمنين. هذا هو المنطق الأموي الذي مرارا أكدنا عليه، وإلا كبار علماء المسلمين أمثال العلامة الآلوسي لا يلعنوهم أشد اللعن أمثال يزيد وما هو على شاكلة يزيد ومن يتبع هذا المنطق. هذا أعزائي أين؟ في صحيح سنن الترمذي المجلد الثالث صفحة 541، وكذلك أعزائي في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثاني صفحة 425 و26، بعد أن ينقل الحديث مفصلا أعزائي يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رقم الحديث 796. ينقل الرواية على ما نقلناها، يقول: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رجال ماذا؟ رجال الصحيح. وكذلك أعزائي ما ورد في سنن الترمذي بتحقيق شعيب الأرنؤوط الجزء السادس صفحة 332، أيضا بعد أن ينقل الحديث يقول: ويبشرني، حديث صحيح وأخرجه النسائي في الكبرى وهو في المسند وصحيح ابن حبان إلى آخره. وكذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد للجزء 38 لتحقيق الأرنؤوط المجلد 38 صفحة 353 و354، يقول أيضا إسناده صحيح إلى آخره. إذن أعزائي، هذه القضية من مسلمات فكر المعارف الدينية، أنه ماذا؟ أن الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. إذن الآن لو أضفنا هذه الطائفة الثانية النصوص إلى الطائفة الأولى، تبين أن الزهراء لا أنها هي خلاصة الخلاصة، بل هي الصفاء خلاصة النخبة. نتوقف عند الفاصل، أعزائي المشاهدين فاصل ونعود.
عائشة عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ مشاهدين الكرام، أحييكم مرة أخرى وأحيي سماحة آية الله السيد كمال حيدري. سماحة السيد، ذكرتم هذه السيادة وهذه الأفضلية، سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء هذه الأمة، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين. يعني يسأل، ما المراد بهذه السيادة؟ أحسنت، سؤال وجيه جدا. ما معنى أن يكون أن تكون واحدة سيدة أو يكون شخص سيد؟ أحسنت أعزائي، هذا البحث من الأبحاث القيمة وقعا، أنه السيادة ماذا يراد منها؟ طبعا لا أفيض ولا أفصل الحديث، ولكن قد تطلق السيادة في الأعراف الاجتماعية، عندما يقول هذا سيد في قومه يعني له وجاهة خاصة، كبير في قومه له وجاهة وهكذا. هذه السيادة الاجتماعية. وقد تطلق السيادة في البعد أو في العرف السياسي، يقال السيد صاحب منصب، سيادة رئيس الجمهور، سيادة رئيس. هذه السيادة ماذا يريد أن يشير؟ يشير إلى أنه له منصب. سياسي. هذا مثلا. وقد يطلق السيد في البعد الفقهي، ولذا نميز في الأبحاث الفقهية في الحقوق الشرعية أن تعطى للسيد الذي ينتسب إلى بني هاشم أو ماذا أو لا يعطى له. هذه السيادة الفقهية. هل المراد بالسيادة في هذه النصوص أحد هذه الأنحاء؟ الجواب كلا، ليس المراد لا السيادة الاجتماعية ولا السيادة السياسية ولا السيادة الفقهية. وإن اشتملت عليها بعض الأحيان قد تشتمل عليها، وبعضها لا تشتمل، وبعضها غير موجودة مثلا. ولكن المراد من السيادة هنا عندما نقول إبراهيم شيخ الأنبياء، ما مرادنا من الشيخ؟ مرادنا الشيخ المعنى الاجتماعي أو المعنى في السن، أو نريد أنه من حيث الفضائل والكمالات بلغ مبلغا لم يبلغه أحد من الأنبياء؟ أي منهم؟ عندما نقول شيخ التوحيد إبراهيم، ماذا نريد؟ نريد أن نقول أنه بلغ من المعارف والكمالات مبلغا كل من ذكر غيره من الأنبياء فهم دونه مرتبة. عندما نقول أن أنبياء أولي العزم هم سادات الأنبياء، ما هو مرادنا من سادات الأنبياء؟ يعني بلغوا من الكمالات العلمية والعملية والقرب الإلهي مبلغا لم يبلغه أحد من البشر. عندما نقول أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء والمرسلين، ما مقصودنا سيد؟ يعني له مقام سياسي عليهم، له وجاهة اجتماعية، له بحث فقهي. لا، نريد أن نقول أن كل الكمالات وكل الفضائل وكل المناقب العلمية والعملية التي توفرت في الأنبياء السابقين طرا فهي موجودة من؟ موجودة في سيدهم وزيادة، وأكثر. وإلا لو كان مثلهم لما كان تساوم، لم يكن سيدا. إذن أعزائي، التفتوا لي إلى هذا الأصل الأصيل جدا، التفتوا لي إليه، وهو أنه ما هو المراد من السيادة؟ لا إشكال أن السيادة التي قصدها سيد الأنبياء والمرسلين بالنسبة إلى اللواتي ذكرهن، يعني خديجة ومريم وفاطمة وآسية، ليس المراد الوجاهة الاجتماعية، وليس المراد المسألة الفقهية، وليس المراد القضية ماذا؟ السياسية. وإنما لما حملنا ولما اشتملنا
هؤلاء النسوة من الفضائل والكمالات العلمية والعملية بحسب القرب الإلهي وبنص القرآن الكريم. لماذا نذهب يمينا ويسارا؟ أفضل هذه الجملة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن عندما تكون سيدة يعني هي ماذا؟ هي الأتقى. يعني هي الأتقى في نساء العالمين، وعلى هذا الأساس تكون هي الأكثر قربا من الله، وهي الأعلم، وهي الأعلم، وهي الأفضل، وهي من كل نساء العالمين. التفتوا لي جيدا. وأنا أتصور بهذا البحث بعد اتضح بأنه هل يوجد هناك مكان للمقايسة بينها وبين أزواج النبي؟ الجواب كلا، بعد لا مجال للمقايسة بينها وبين خديجة، فما بالك من هم دون خديجة؟ لأنها سيدتهن ماذا؟ سيدة نساء العالمين. جيد، سؤال سيدنا، ماذا تريد أن تصل إلى هذا من هذا البحث؟ التفتوا لي، أنا ما بقي عندي دقائق لأنه إن شاء الله أريد أكمل لها. ماذا تريد أن تصل؟ أريد أن أصل إلى هذه النتيجة بناء على هذا الأصل الأصيل الذي بناه رسول الله، وأصل له أن فاطمة سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، أنها سيدة على مريم أيضا. تقول ثم ماذا؟ قد يقول قال ثم ماذا؟ الجواب لا. سوف يفتح لنا هذا باب أننا إذا أردنا أن نتعرف على فاطمة علينا أن نتعرف أولا على مريم في القرآن. نقف على مريم، فإذا تعرفنا على مريم قرآنيا، إذا كانت فاطمة سيدة مريم فهي واجدة لكل ما ذكر لمريم وأكثر. وهذه من خصائص فاطمة. التفتوا، فقط أذكر المشاهد الكريم. أستاذ علاء، أنا عندي إن شاء الله يمكن 6-7 دقائق وأستمع المداخلات، تعطوني أكثر جيد جدا وأستمع المداخلات حتى الإخوة يهيئون المداخلات. التفتولي، يتذكر المشاهد الكريم، نحن في قضية الإمام علي بن أبي طالب قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه من المناقب، هذه المناقب أساسها قرآني وليس نبوي، من قبيل ماذا؟ من قبيل أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يعني لو سألنا رسول الله قلنا يا رسول الله ما هي منزلة ودور علي بالنسبة إليه؟ يقول منزلته منزلة هارون من موسى. يا رسول الله ما فهمنا، هو منزلة هارون من موسى ما هو حتى نفهم منزلة علي ماذا منك؟ قال لا، ارجع إلى القرآن ستعرف منزلة هارون من موسى. فإذا عرفت ذلك عند أحسن، فإذا عرفت ذلك سوف تتعرف على منزلة علي مني. هنا قال رسول الله فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة سي أفضل نساء أهل الجنة. فإذا كان الأمر كذلك، يا رسول الله نريد أن نتعرف على مقاماتها، على فضائلها، على مناقبها. قال ارجعوا لماذا؟ إلى القرآن. ارجعوا إلى القرآن حتى لا يقول لنا قائل هذه أحاديث سيدنا، لعل الكاتب اشتبه، الطباع طبع اشتبه، صار يده يدها قبله متقدمة. لا 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 لا، بعد نصوص ماذا؟ قرآنية. إذن لابد أن نرجع إلى القرآن لمعرفة مناقبي ومقاماتي ودرجاتي وفضائلي مريم بنت عمران، ومنها مو نتوفر على فضائل فاطمة فقط، بل نتوفر على أعظم منها وأعمق منها وأشد منها. لفي من؟ في سيدة نساء العالم. طيب نطرح السؤال. بل نعم نعم نعم، وما دام يعني قلت لي عندي وقت كم لا يعني سألخص حتى أعطي مجال للمتداخلين. طيب أنا بودي هالليلة أستمع إلى مداخلة. نحن نصل إلى هذه المرحلة. نعم.
أنه ما هي مناقب، ما هي فضائل ومناقب. جيد جدا أعزائي، جيد جدا، أقسم عليه وأقسم بالله واقعا أني سوف لن أدخل فيها تفصيلا إلا أعنونها، أذكرها بعنوان الفتاوى فقط، بعنوان العناوين وللمشاهد لا سأقف عليها تفصيلا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في مطارحات في العقيدة. انظروا ماذا قال القرآن الكريم عنها. أولا أن مريم صديقة. عند ذلك نرجع إلى القرآن لنرى ما هو مقام الصديقين في القرآن الكريم. فإذا تعرفنا على مقام الصديقين نتعرف أن مريم منهم وفاطمة فوقها درجة، سيدتها. ثانيا أن الملائكة كانت تحدث مريم، يا مريم، أصلا خطابها، أصلا القرآن مملوء. فإذا أن فاطمة محدثة، هذا مو فقط ليست فرية، مو فقط مو ليست فرية، أصلها قرآني، من أنكره أنكر القرآن الكريم. ومريم لم تكن نبيا، وإلا لم تكن نبيا، أحسنت. ولذا البعض استدل من هذا على نبوة مريم، ولذا ذكر جملة من أعلام المسلمين، حتى لو ثبت أن مريم نبية ففاطمة أفضل منها. وهذا سيأتي فقط عنون الأبحاث. النقطة الثالثة، المقام الثالث في القرآن، أعزائي هذه أوسمة فاطمة في القرآن. تقول سيدنا أين في القرآن لم يأتي اسمها؟ أقول نعم، رسول الله بين الأصل، قال هي أفضل من مريم. ثلاثة، أنها طاهرة، أنها طاهرة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. إذن هي ماذا؟ إذا كانت درجة مريم في الطهارة 99 فدرجة الزهراء ماذا؟ 100%، خالص ليس مشوبا بشيء، وإلا لكانت في ماذا؟ في درجة مريم، مع أنها هي أفضل من مريم. الرابع، أنها مصطفات، الله اصطفى مريم، فإذا اصطفاؤه أيضا ثابت بطريق أولى، لمن؟ للزهراء، سيدة نساء العالمين. خامسا، أنها جعلناها وابنها آية، فالزهراء هي أيضا ماذا؟ آية، وفوق آيتية ماذا؟ وفوق آيتية مريم. سادسا، أن الله تعالى تقبل مريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الله، هذا التعبير عجيب قرآنيا، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي رعاها، ما تقول بعثنا ملائكة أو أبدا أبدا، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وأي نبات؟ أين زرع هذه النطفة المباركة؟ زرعها في صلب خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء والمرسلين، وأمها من أميرات أهل الجنة. التفتوا لي أعزائي، إذن شوفوا الوعاء ماذا؟ الله، هاي نبتة زهراء، كانت نبتة بيد من؟ بيد رب العالمين. أين زرع هذه النبتة؟ زرعها في رسول الله، وعند ذلك انتقلت إلى خديجة، ومن هذا الوعاء المبارك خرج هذه المباركة المطهرة الطاهرة. سابعا، إن الجنين الذي كان في بطنها يتحدث إليها مريم، عيسى عندما كان في بطنها كان يتحدث إليها. إذن لابد أن نعرف أن الحسن والحسين كانوا يتحدثون معها، أو إذا نقل على الأقل لا تستغربوا، مو فقط لا تستغربوا، يكون شاهد القرآن على القاعدة، أعرضوه على كتاب ربنا، فإذا ثبت هذا المنهج أسسنا له. عزيزي أستاذ على فيما سبق. الثامنة، أنها كانت مصدقة بكلمات الله، وكانت من القانتين، مو كانت تقنط، وكانت يعني استمرارية. التاسع، أنها أعطيت غلاما، خلوا ذهنكم أعزائي يمي،
أنا منهج الإمامة عندي يقوم على هذا الأساس، على أساس القرآن يا أعزائي، مو على أساس رواية، وإن كانت الروايات تثبت هذه الحقيقة، ولكن المنهج قرآني. أن مريم أعطيت غلاما كان يكلم الناس في المهد صبيا. أعطيت الزهرة أم لم تعطى؟ نعم، في نسلها من الأئمة من بلغوا الإمامة دون العشر. إمام الجواد صلى الله عليه وسلم. نعم، أين في القرآن؟ لو سألكم سائل أعزائي، إلا على قلوب أقفالها، بعد ما عدنا حديث ويا أولئك. نحن نتكلم، وبتعبير ابن سينا شيخ فلاسفة الإسلام، عندما يتكلم مع بهمنيار في التحصيل يقول إنك ومن يستحق الخطاب ولا غير. إن أحسنتم، بعض من لا يستحق الخطاب أولئك كالأنعام بل هم أضل. أنا ما عندي خطاب مع أولئك، مع أولئك الذين عبر عنهم القرآن أفلا يتدبرون لم فليكتشفوا أن على قلوبهم أقفال، مرض أقفال مقفول ختم على قلوبهم، فهم لا يسمعون لا يبصرون أبدا أبدا أبدا. وإلا هذا منطق رسول الله، ألستم تقولون، أليس قال القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه، وقد آتانا أن فاطمة أفضل من مريم، وقد ثبت هذا لمريم قرآنيا، إذن لابد أن يثبت لمن؟ لسيدة نساء العالمين. والعاشرة، التفتوا جيدا، والعاشرة ولعلها من أهم الحقائق، أن الملائكة كانت تتمثل لمريم بشرا سويا. يعني مو فقط أن الملائكة كانت تلهم مريم، بل مريم كانت تجلس معهم وتتكلم معهم بصورة بشر. هذه عناوين عشرة أعزائي، وهناك عناوين أخرى كلها ثبتت لمن؟ لمريم سلام الله عليها. فأفضل منها ثابت لمن؟ لسيدة نساء العالمين. هذه هي أبحاثنا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. شكرا سماحة السيد. أعزائي المشاهدين، نستمع إلى اتصالاتكم، لكن قبل ذلك سماحة السيد، يعني كان في البارحة أحد المتصلين تحدث عن أن أم المؤمنين عائشة هي واحدة أو أدخلت كواحدة من هؤلاء النسوة الأربعة، فما هو رأيكم؟ هل لهذا أصل أو لا؟ هل هناك حديث يثبت يعني هذا أم لا؟ أستاذ علاء، هذا طبعا أنا أعتبره من حصة المشاهد، يعني إذا أخذت وقتا للجواب عن، لا تقول أخذت من حصة المشاهد، هذه سؤال ورد. نعم، ممن؟ نعم، من وأنا بصدد إجابة. نعم، واقعا احترام إن شاء الله. انظروا أعزائي، إذا وردت أسئلة علمية واقعا أنا أقف عندها جيدا، ولهذا هي يؤكد عزيزي أستاذ علاء أنه الأسئلة تكون في موضوعة البحث حتى نستطيع أن نفيض فيها، أما إذا كانت خارج البحث أنا سوف أتجاوزها. هذه القضية أعزائي، أتصور مما تقدم اتضح أنه هذا الكلام له أصل أو ليس له أصل. هو رد على هذا، ولكن مع ذلك أنا أتصور أن الأخ اللي تكلم، لعله الأخ كان من السودان، يشير إلى رواية أخرى موجودة في صحيح البخاري. هذه الرواية نقلت في مواضع متعددة من صحيح البخاري أعزائي، في المجلد الثالث صفحة 55 وأعزائي 68 و188. في صفحة 55 الرواية عن أبي موسى قال: قال رسول الله: كمل من الرجال كثير ولم يكملوا من النساء إلا آسيا ومريم، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. أعيد: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. على الطعام. هذه الرواية وين واردة؟ في صحيح البخاري.
الرواية كذلك أعزائي واردة في صفحة 68 في هذا المجال اللي بإمكان الأعزاء أن يشيروا إليها. قال: أفضل فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هم في صفحة 68، وكذلك واردة في صفحة 188. هذه الرواية أعزائي أنا أتصور أن الأخ العزيز ده يشير إلى هذه الرواية. أنا أريد أن أقف لدقائق عند هذه الرواية. في السند إذا ردنا نتكلم يقولون لنا أنه ورد أين؟ في الصحيح. في الصحيح بعد لا مجال للبحث في سنده لأنه إمام من أئمة الحديث نقل الرواية. جيد، إحنا لا نذهب إلى السند لنعرف ما هو السند، نذهب إلى متن الحديث، متن إلى فقه الحديث لنرى بأن هذا المتن أساسا متن تام أو ليس بتام. يعني بعبارة أخرى ينسجم مع القواعد القرآنية، مع أحاديث رسول الله، مع منطق رسول الله، أو المتن منكر بل من أوضح المناكير. الجواب أعزائي اطمئنوا أن علائم الوضع واضحة على هذا الحديث. لماذا؟ لأنه أنا أتصور هذه إهانة لرسول الله، أنه إذا أراد أن يشبه أفضل نساء العالم يشبهها ماذا؟ بالثريد. إنسان يبقى 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 حائرا. هذا الذي أوتي جوامع الكلم كلم يريد أن يشبه من أفصح وأفصح من نطق بالضاد وأبلغ من نطق بالضاد، ويريد أن يعطي مثال لمن لسيدة لأفضل نساء الدنيا. ثم من قال الثريد أفضل؟ جزاك الله خيرا. ومن قال أن الثريد كثيرون لا يأكلونه؟ والله ما أعلم أنا لماذا. وهذا يكشف لك أن الواضع الحديث من الذين كان لهم علاقة ماذا بالثريد. ولذا أنا أعتقد أن الأعزاء إذا أرادوا أن يتعرفوا على وضاع هذا الحديث فليذهبوا إلى الصحابة ليعرفوا من كان يحب ماذا الثريد حتى مثل عائشة بهذا. وإلا أنا أتصور يعني إهانة في نفس واقعاً الوقت واقعاً لأم المؤمنين. كنوا على فقه. كنت أرد أقول من جهة طعن في بلاغة رسول الله، ومن جهة إهانة لمن؟ يعني هذا ذم بلسان ماذا؟ بلسان المدح. هذا أول. وثانيا الرواية تقول كمل من النساء رجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ماذا؟ اثنان اللي أشار اثنان والثالثة عائشة. الثالثة عائشة، والرواية قرأناها أعزائي، قرأناها أنه كمل ماذا؟ كمل من آسيا ومريم. خديجة ما موجودة. خديجة ما موجود. لماذا؟ لأنه واضح أن أم فاطمة. بس مو فقط أم فاطمة، لأنه كانت أكو حساسية بين عائشة وبين خديجة. كانت لا ترضى أن يفضل خديجة، لأن رسول الله كان يذكرها دائما بخير. جيد جدا. فيها أنه كملت في العقل. أعزائي أنا إذا يسمح للمشاهد الكريم لدقيقتين ثلاث مو أطول، إذا يسمح لي، أنه في أصول الكافي هناك رواية قيمة عندنا وردت عن الإمام الصادق. الرواية قال عن علي الرواية في كتاب العقل والجهل، الرواية رقم 2، قال: هبط جبرائيل على آدم فقال: يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، فاخترها ودع اثنتين. فقال له آدم: يا جبرائيل وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين. كل ما تنتخب واحدة لابد تترك ماذا؟ الأخرى. فقال آدم: إني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل للحياء والدين: انصرف ودعاه. بعد خلاص وانتخبوا هذه. فقال من؟ الحياء والدين. فقال: يا جبرائيل إنا أمرنا منه تعالى أن نكون مع العقل حيث كان. يعني إذا جاء العقل جاء معه الحياء والدين. أحسنتم. ومن هنا وردت الروايات: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. سؤال، خلوا ذهنكم يمي، سؤال بينكم وبين الله. تعالوا إلى السيرة التاريخية لزوج النبي عائشة لنرى بأنه واقعا ما صدر منها ينسجم مع كمال العقل، أو يكشف لنا أن هذا العقل لم يكن كاملا هناك.
الأول أنها خالفت رب العالمين. قال تعالى في سورة الأحزاب: وقرنا في بيوتكن. فمن خالفت إذن؟ عائشة. خالفت ماذا؟ رب العالمين. في سير أعلام النبلاء للذهبي يقول هذا، يقول هذا حديث حسن وفلان، وهذا يقوله فلان، التفتوا. يقول: ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ. فعن عمارة بن عمير عمن سمع عائشة: إذا قرأت وقرن في بيوتكن بتك بكت حتى تبل خمارها. إذن تعلم المخالفة التي خالفت بها ماذا؟ رب العالمين. المخالفة الثانية: خالفت من؟ خالفت نبي الإسلام، خالفت زوجها، خالفت من؟ خالفت ذاك الذي نبهها وحذرها أن تقع في ذلك. أين نبهها أعزائي؟ نبهها قال: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوهب. الحديث 474 من سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولذا عندما يصل يقول: ولا نشك أن الحديث صحيح الإسناد. هاي المخالفة الثانية. المخالفة الثالثة: أنها خرجت على إمام زمانها، يعني خرجت على من تجب بيعتها وبيعتها في عنقها، وإذا ماتت ولم تبايعه فقد ماتت ميتة ماذا؟ جاهلية. ميتة جاهلية. بينكم وبين الله رسول الله يقول: كمل عقل عائشة من جهة، ومع ذلك ينبهها أنها تخرج في كلاب الحوأب. هذا أن ينسجم هذا مع هذا. إذا تضاد كامل أكو بين أحاديث ماذا؟ رسول الله. ولذا عند جملة واحدة وأستمع المداخلات، يقول أن عائشة قالت وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله. قبلت أنها ماذا؟ محدثة. أدفنوني مع أزواجه. فدفنت بالبقيع. قلت: من يقول؟ العلامة الألباني. تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل. إذا نحن عندما نقول لا معنى للاجتهاد والخطأ، لأن صاحبة الشأن أقرت على نفسها أنها ماذا؟ محدثة، أوجدت بدعة، مبتدعة. كيف لكم أن تقولوا بئس ما تحكمون، بئس ما تفهمون؟ بل على قلوب أقفالها صاحبة الشأن. إذا أنتم كنتم مطيعين لعائشة، صاحبة الشأن تقول ماذا؟ أحدثت في خروجي على علي. أنتم تقولون اجتهدت فأخطأت فلها الأجر ولها الثواب. أي منطق بائس متخلف علميا تقولونه؟ وهذا إن شاء الله أستاذ علاء سوف أعد المشاهد عندما نقف عند قتال الجمل، سوف نقف تفصيلا عندنا نتحدث عن ذلك. أعتذر لمشاهدينا، وإن كان السؤال هو للمشاهدين بالأساس. محمد من أسبانيا تفضل. يظهر أن محمد غير موجود. أبو خالد من اليمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الأنبياء رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. طيب تفضل. هل كل ما في الأنبياء من خصائص هي في رسول الله مثل إحياء الموتى؟ وهل طيب هناك دليل على ذلك؟ نعم نعم. طيب السؤال واضح. أبو خالد السؤال واضح. هل كل الخصائص صالح من بريطانيا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي صالح. أني وجدت في كل نسخ صحيح البخاري وصحيح مسلم في الفهرس وعناوين الأبواب، وكذلك في تفسير الآلوسي على ما في بالي وغيره من علماء المسلمين، أنهم يعقبون اسم السيدة فاطمة بعبارة عليها الصلاة والسلام أو عبارة عليها السلام. فما معنى عليها الصلاة والسلام أو عبارة عليها السلام؟ ولماذا يعقب اسم فاطمة بهذه العبارة؟ شكرا لك صالح من بريطانيا.
رسول من العراق، تفضل رسول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تحرر تعازي أقدمها لسماحة آية الله السيد كمال حيدر لذكرى استشهاد جدته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام وإلى كادر قناة الكوثر. شكرا لك. سؤالي إلى سماحة السيد، سيدنا بعد أن عرفتنا لمقامات الزهراء عليها السلام وبينت هذه العناوين وهذه المقامات يترتب هنالك نتائج كثيرة على كل مقام. سنأتي أخ رسول، يعني لا تستبق الأبحاث، سوف يأتي هذا البحث لاحقا إن شاء الله. إذا بقي عنوان لم نشر إليه عند ذلك نستمع إلى مداخلة. لو, لو, لو تسأل في أصل ما طرح إلى الآن إن شاء الله فيما طرح، أن السيد ذكر سيادة فاطمة الزهراء عليها السلام على النساء، هل هذه السيادة هي على النساء فقط أم النساء والرجال، كأنما هناك خصوصية في جنس النساء؟ هذا أولا. وثانيا أنها يعني مظهر لرضا الله وغضبه، فكيف نحكم اليوم هذا الميزان الفاطمي في أعمالنا؟ شكرا لك. بتول من فلسطين، تفضلي بتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين عليها السلام. شكرا لك. تحية إلى الأخ، تحية إلى الأخ علاء رضائي. شكرا. وتحية إلى سماحة السيد آية الله كمال الحيدري. خمس دقائق تفضلي. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي بإخفاء قبره لأنه لا يستطيع أحد من المسلمين أن يشكك في نبوته ورسالته، ولكن الزهراء عليها السلام أوصت بإخفاء قبرها. ما الحكمة من وصية الزهراء عليها السلام بإخفاء قبرها؟ واضح أخت بتول، شكرا لك. إن شاء الله سوف يبحث هذا الأمر. من العراق مع اتصال، تفضل دكتور الشمري. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أخي العزيز الأستاذ علاء الطاهي وعلى ابن رسول الله الجالس أمامك وأعزيه وأعز العالم الإسلامي باستشهاد سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. شكرا لك. أقول لسماحة السيد الحيدري بخصوص المنهج الذي يتبعه الآن في مقام ذكر الخطاب الديني للفكر الإمام الاثنى عشري، وعملا بمقولة السيد الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه حين قال إن الأقوال يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها أو ممن هم مأمونون في الحكاية عنهم، وحسنا فعل هذا السيد الجالس أمامك حين نهج هذا النهج، ولا أعتقد أن إخواننا أهل العامة يعترضون على هذا النهج لأنهم منصفون باستثناء الأمويين منهم. الأمر الآخر سماحة السيد الجليل، أن ما ذكرته بخصوص إسماعيل الدولابي، أعتقد أن هناك قرية في المنطقة الغربية للعراق العزيز تقع اسمها الدولاب، وأنا خدمت في العسكرية فيها، تقع على بعد 65 كيلومتر تحديدا. لا دكتور لو سمحت لي، أنا أسكن طهران، وأعرف محلاتها. هذا يعني الرجل من الدولاب، من الدولاب. منطقة دولاب إلى الآن موجودة في طهران. عزيزي الآن بحثنا هذا. هي من 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 أطراف الري، يعني على كل حال. هذا الرجل من ذيك المنطقة. قد توجد عندكم دولاب، بس هذا الرجل مو من ذيك المنطقة، من شهر ري هو. شكرا لك على أي حال دكتور الشمري. محمد من إسبانيا، تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الموضوع يعني متشعب يعني، وعندي استفسارات كثيرة، لكن أول شيء يعني أن الشيخ أجد وأفاد، وليس هناك يعني أحد من المسلمين إلا من شد من النواصب الذين ينكرون أفضلية فاطمة رضي الله عنها وأرضها. لكن في الحديث الثاني يعني لما سئل عن عائشة رضي الله عنها يعني والشيخ أنكر متن الحديث، أقول للشيخ الجليل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب فئات من الناس، ومثلا أنا على حسب عقلي
أنا أستسيغ هذا الحديث وربما أنت لا تستسيغه. ونحن عندنا قاعدة: لا نؤلف العقل على حساب النص، ولا نهدر دور العقل في حسن الاستفادة من النص. ويا أخي، يعني حول البخاري ومسلم، أنا كذلك اسمح لي ولو دقيقة أتكلم عن الكافي أخ علاء. تفضل. لا 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 لن اسمح لك ان تخرج عن بحض. شوف، تكلمت عن البخاري، انا ما قلت شيء. لا يعني انت تناقش المنهجية. احسنت. صحيح ام لا؟ انت تقول انه لا عقل امام النص، هذا معنى كلامك. انا ما قلت كيف يثبت لديك النص. لا شوفوا استاذ علاء، الان لو ندخل في النظريه المعرفيه، يعني الاخ العزيز واقعا اولا اشكره على ما ذكره، وثانيا لابد ان يلتزم بلوازم كلامه ايضا، يعني كل المقامات التي سوف تثبت واثبتناها لمريم لابد ان تثبت للزهراء، يعني ان الله اعطاها غلاما يكلم الناس في المهد صبية، يقول ان علماء المسلمين يقبلون ذلك، جيد، اهلا بالوفاق، ما عندنا مشكله معه. اما قوله بأنه أساسا لا تؤله العقل، أنا لم أؤله العقل، وإنما جعلت العقل وسيلتي والآلة التي أستعين بها لفهم النص أعزائي. ولولا العقل لما استقر حجر على حجر، كما أنه لولا البصر لما رؤية المبصرات، لولا العقل لما رؤية الحقائق. أنا أشرت إلى هذه القضية أن رسول الله أمامك يقول أنت لماذا ذهبت إلى الثريد مولانا، اذهب إلى التناقض بين كمال العقل وبين كمال العقل وبين نقصان الدين ومخالفة الله ورسوله وإمام زمانها. أنت إذا صادق بيني وبين الله وأستمع، كن على ثقة، إما تتصل بي، إما تبعث على موقعي أو على موقع الكوثر، ابحث لي، اطمئن، سوف أقف في الأسبوع القادم حلقة كاملة للجواب عنه، ولكنه بشرط أن يكون بحثك بحثا علميا. شوف أستاذ علاء، أنا قلت أن كمال العقل يلازم كمال الدين، التفتوا الاستدلال، كمال العقل يلازم كمال الدين. هذا التأليه مثل ذاك التأليه سمعت السيد. فإذا كان الدين ناقصا بل في أدنى درجات النقص وفي أعلى، عفوا، في أعلى درجات النقص، إذن يكشف أن العقل كان كامل أو كان ناقص. ثم عزيزي ناقص. هذا الذي أنت قلته، لأن السؤال كان سؤال علمي وأنا أحترم الأخ العزيز جزاه الله. ثم هذا الذي قلته أن العقل لا يؤله أمام النص، عزيزي أنت خلطت بين العقل الفلسفي والعقل الديني. نحن العقل عندنا له 7 اصطلاحات، وأعتذر إليك يقين عدي بأنك لم تقف على هذا التقسيم. عندنا عقل اجتماعي، وعندنا عقل تدبيري، وعندنا عقل فلسفي، وعندنا عقل ديني. وأنا دا أتكلم العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، وهذاك الذي تقول أنه لا يؤله أمام النص هو العقل الفلسفي وليس العقل الديني. فافهم وتدبر واغتنم. وهناك قاعدة: ما حكم به الشرع حكم به العقل. هذا فيما يتعقل. لا أدري كم لدي من الوقت، يعني لو يعطونا دقيقتين أو 3 لكي نجيب على بعض هذه الأسئلة، يعني ولو إجمالا، ولو بالإجمال. خالد من اليمن سأل: هل هذه الخصائص، نعم عزيزي، كل ما ثبت من مقامات وجودية وعلمية وإعجازية فهي ثابتة لمن؟ للنبي الأكرم. يعني إذا كان عيسى يحيي الموتى، نعم، رسول الله إذا أراد أن يحيي الموتى يحيي الموتى. إذا كان موسى يضرب بعصاه البحر فانبجست فانفجرت منه كذا، اطمئن أنه ماذا؟ أن رسول الله. وإلا يلزم أن يكون رسول الله أفضل من جهة وموسى أفضل ماذا؟ من جهة أخرى. لا تكون هناك أفضلية مطلقة. أحسنتم، الأفضلية لا تكون سيادة مطلقة عند هذا. وأنا أتصور أن كل عقل سليم يوافق على هذا. صالح من بريطانيا قال أنه يعقبون عليها أئمة المسلمين وفقهاء المسلمين بالصلاة والسلام. هذا يكشف أحسنتم هذا يكشف أنهم كانوا
يقولون سلام الله عليها، هسه رضي الله عنه أين يقولون سلام الله عليه، أين يقولون؟ ذاك بحث آخر الآن أنا ما أريد أدخل، هذا يكشف عن عظم مقام سيدة نساء العالمين. وجود ثقافة في هذا، ولعلنا نوفق أن نقف عند هذه النقطة. رسول من العراق حول سيادة الزهراء على النساء والرجال. الجواب أعزائي إن شاء الله سيأتي في العناوين، ولكنه أقرأ لك آية من القرآن. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح. إذا جعلت امرأة مثالا للذين كفروا نساء ورجالا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إذن هي للرجال والنساء. شكرا سمحت الله سيد كمال حيدري، اعتذر الأخوة الذين لم نستطع أن نأخذ اتصالاتهم. كما ترون شارت البرنامج، شارت النهاية بدأت. حتى الأسبوع القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.